علي ووالالك حسن، حسن نوا ووالالك أحمد، أحمد نوا أبها نصراء، شاق محوية هي علي نصراء. محمد هو يدي وحيد الشيء أفر عرور، كان كواد وحاله جمع عدري سبتي، كان لبابنا أحد، هلك كان صدحاتنا الله جمع عدري سنين، وحد شكتها مجا عويل كأفراد. طلبت ذا قادو قروقي مهاجا قرحيها ولهاجا وقابيها بتوصن قرحيها ولهاجا وقابيها بتوصن مركا قف دارنتو وهسيوك وقبتو قليل كاغا كاشو قرآن كاكو وردي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والشكر له على التوفيق والامتنان، ثم الصلاة والسلام على نبيه العدنان وعلى آله وأصحابه الشجعان ومن اهتدى بهديه إلى لقاء المنان. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية المباركة الطيبة الميمونة إله سبحانه وتعالى كم هذين إنا إنه سورتقل يقول أن كان قيمها يقايها بضن أن هل كان سونمي أنه إن شاء الله ربنا إنا كقب أن حفلد قال إن جميلنا عرور القرآن كدميسي حفل الله ودقا هيو ما أنتو أهمال أحده تاريخنا أيتها تاريخ شن بش الشناد جماد الأولى سنة ككون أفر بقول شن يا فرتن إن شاء الله وحان هل كان السوي ماني إن حفلة قال الجميل أوقب أنه أردو دورة أو دميسي كتاب قال سبحانه وتعالى برشديس وقت الدور وقت الدير نسودي ما أنت أي أسر تجش هنا عقب أن حفلة ده قروح ضبان أرد القرآن كده ما يسوي سان هرب وش يعني وسجال ترى ضوضو موسى إسماعيل سهام إسماعيل عبد الشامع إسماعيل أنيسة أحمد رويدة محمد نور ريان محمد نور سديس عبد النافع أحمد نعم أنيسة أحمد رويدة محمد نور ريان محمد نور سديس مختار يونيك أوين سيد محمد يسالم حسن أرداداس أنوعيض آخريني يعني إن شاء الله حفلته قبلنا هنا سيان وإلو سينو لبكي ديراي سومرين عذادسكي يعانانتي يجوجوبكي بنا أي سمر إن لو سينو وما أنت أن كفر حنو حفلتنا إيجا الله قبتي إن شاء الله هدي ذو وين وعلى سين دونا مركب مرتدو حالين هاي دمان تي سود وادا حفلت يا إن شاء الله بلا بينا وحانكو بلا بينا أيضا قرآن أو نو أخريو سيد محمد سود وتفضل مشكورا ماجورا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لكم
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين ألا وهو محمد بن عبد الله الذي ترك لنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن وحان سلام يا علماء حكلو عن سلام يا لمن والدينتا أرضيدا رنتي واد مهسنتين سادو سو أجيبتين وعيتان كان أنا ذو عني أنا ذو كو عني خير كان وحكلو الذي مو عين وحان ذي وعني أرضيدا لما يسي قرآن كريمك إن فرحنا أن لدى ما شاضنا أن وقت أن سينمان تساي صوبا لغان بحي أي برتين وعلومتا diiniga ah iyo quraanka kariimka oo weyn yaani quraanka kariimka ayaa lagu baraa madrasada sabab la socotiinba waxa kale oo ay barteen ay ku soo bandhigi doonaan meenta een meeshan een aqeedada tawxiid een siirada iyo maadooyin kale oo farabadan ee fiqiga ku jira ay barteen ay ku soo bandhigi doonaan maanta waa maalintoodi aan farax gelino aan la damaashaadno intaas ayaa muhiimada maanta aan u fadhinay intaas waa een ku soo dhawaada إن شاء الله تعالى أيضا عن كفر حنا تنكلا وحنا قدوسين دونا شهادوين قتمة من القرآن كلاميين بدنا أرضي القرآن كهذا نور ما يسي وحي حفظ سيهين كان قولي تشنجس كان كلنا تمنجس أيوه حفظ سيه هاي إن شاء الله تعالى هذا القرآن كي هذا وحي قتميين وحنا أفرسين دونا ساي تفسير كي القرآن ككريم كأه إيوه حفظ كي القرآن كإنا غيب دونان أو أي حوج أنصار الدونه إن كسر هذا مدرسة عبد الله بن عباس لتحفيظ القرآن الكريم سكشن 3 مدودن بيسا إن شاء الله تعالى مدرسة صار له ساعتين به إن حق فربركة تحفيد كا إن لنا قصتو مدرسة أي يعني قف قصتو بهنا ويقب تواضل ساعتان صار له ساعتان به إن شاء الله سنة ذا صو سعدة سنة كا إن labada kun iyo labaatan iyo afar in sha Allah wax ka sii wanaagsan ayaan rajaynaynaa qatmigan quraanka ee ilmaha quraanka dhameysan dolbun uu socon doono in sha Allah. Hadda sabab la socotaan waa dufcidii saddexaad waa tii saddexaad tii koowaad aan qabanay meeshan ayaan ku qabanay tii labaad tii saddexaad ayaan maraynaa in sha Allah tacala hadaan noolnahay alle idinkii tii afraadna 2024 ayay dhici doontaa in sha Allah tacala. Annagana waan dadaali doonaa dadaalkeen waa si laba jibaarayna saad u jeedaanba tii koowaad tii labaad ayaa ka fiican si tii saddexaad ayaa ka fiican tii afraad unbaa ka fiicnaan doonta in sha allahu tacaala. Annagana waan dadaalaynaa wixii qalad ah macalin waa asna waa bani aadan wuu qaldamaa waa ina laga saxaa qof kasto ardaydii ilmaha idinka ayaa dhalay oo mas-uulka ah wixii cilada ah jiro hana loo bar yacni hana la baraarujiyo hana loo sheego qofkii wax tabanayana yuu aamusin intii goore ay goor tahay ha sheegto yacni tan kalena saan dhahnaba waalidka wax dareema ee cunugii la baxa runtii weligay ma kaba daba hadlin oo ma dhihin maxaa sabab ah maxaa jiro leanna asaa ayaga og asaana dhalay oo asaa yacni xilka alla subxaanahu watacaala asaa u dhiibay marka labaadna allah subxaanahu watacaala anigii naloo keenay ayaa nalaga rabaa inaan ka soo baxno marka wixii nagu adkaaday insha allahu tacaala hana la baraarujiyo madrasada saada socotiinba waa madrasada ee runtii miskiin yani wixii miskiin oo xaafada yani u roon runtii dad badan oo aan lacag laga qaadinaa jiro oo ogooma ah qaar oo tabartooda ka bixi karinaa jiro qaar waxaa iska jiro oo reer tabar ah ooba lacagta ay bixiyaan magaalada hadda laga qaadin runtii intaana ilaahay ajar ha naga siiyo dembigeena allah ku dhaafo dhammaantiinana waa mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدب كسدحات دانو قد قلي إنه وحويان خطبو أفعاربي كوب حيسا أكو صابسا القرآن كي يفضل قيسا وحانوصو جادين يا زكريا عبد الحميد سودو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يسره الله لنا هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، فلا ينجو من عذاب الله ولا يفوز برحمة الله إلا من تمسك بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا يسره الله وسهله علينا وأمرنا بالعمل به والتمسك به. فيه الهدي والنور، فيه الشفاء، فيه الرحمة، فيه الهداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فلنرجع إلى كتاب ربنا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإلى هنا أقتصر، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكريا عبد الحميد ومحسن، جزاك الله خير. خطبنا فاربي نصر جزاء الله نوع فعنو أن أجل الله كاسي والدين تهدوه. قضبك فراد يعني قد بين نوح ويان والعليال نشيدو سودوينا وأردو ينو سودوينا يان وحنص جديدنا يوي لش قيب كم إذا سودو هذا ترحيب نشيد الترحيب هاوس فيري هاوس كفير في ذا كويستاغن. نعم سودو هذا ولي بس السلام عليكم. السلام كان نقف
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحن كسو جيذنين نشيدو سودوين؟ مرحبا بمن أتانا، مرحبا ضبتم مكانا، فبكم ضاءت سمانا وبكم فاحت ربانا. مرحبا بمن أتانا، مرحبا ضبتم مكانا، فبكم ضاءت سمانا وبكم فاحت ربانا. عذر مسك وبخور، عذر مسك وبخور، قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. وانجلى منا السام واختفى عنا الظلام، فلكم منا السلام أيها الإخوة الكرام. وانجلى منا السام واختفى عنا الظلام، فلكم منا السلام أيها الإخوة الكرام. دائما عبر العصور، دائما عبر العصور، قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. عندما جئتم أظلت بسمة تاهت وظلت، قد رأتكم فاستقرت وبكم حقا تجلى. عندما جئتم أظلت بسمة تاهت وظلت، قد رأتكم فاستقرت وبكم حقا تجلى. فلتدم ربي السرور، فلتدم ربي السرور. قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور، عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه رياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه رياحينا. بأرض الضائف اللغية دعا الداعي فلبينا، أتينا نحمل القرآن نتلوه ليحيينا. من الشرق أتيناكم نشارككم أمانينا، كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص
كالورد تغشى رياحنا، فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن إبراز تضيء به ليالينا، فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن إبراز تضيء به ليالينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبنا، سلام خالص كالورد تغشى رياحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحان كسو جيذين لينا سؤالي إيو جواب أو مادد التوحيد؟ جواب: خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا، والدليل قوله تعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه. سؤال: كيف نعبد الله؟ جواب: نعم نعبده كذلك. قال تعالى: يصف المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. صحيح، رواه أبو داود. سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد. الحديث متفق عليه. سؤال: أين الله؟ جواب: الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه. قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه، رواه مسلم. سؤال: ما هي شروط قبول العمل؟ جواب: لا نطوف إلا بالكعبة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين
كان كعتق الرقبة. صحيح، رواه ابن ماجة. سؤال: ما حكم السحر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أمها سيهين لبضى أرضي نوش أخرية كتابك توحيدك يا عقيدة عبد الله عبد يا عبد الكافي كدب وحكو حجينا إن مادد اللواد وفقه وحسو جهدين يسوالو جواب قابة سامية يصاحبت ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحان كسو جيدينينا سؤالو إيو جوابو أو كساب سن مع دادا فقه؟ سؤال: ما الفقه؟ جواب: هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفسيرية بالاستدلال. سؤال: ما أحكام الفقه؟ جواب: أحكامه خمسة وهي الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه. سؤال: ما الطهارة؟ جواب: الطهارة هي رفع الحدث وإزالة القبض. سؤال: ما وسائل الطهارة؟ جواب: وسائل الطهارة هي الماء أو التراب أو الحجر أو الذب. سؤال: كيف نطهر النجاسات؟ جواب: إزالتها ومسحها بالماء. سؤال: جواب: بالوضوء أو الغسل أو التيمم. سؤال: أذكر صفة الوضوء. جواب: أن الوضوء ثم أقول بسم الله، أغسل كفي ثلاث مرات، أتيمم وأستنشق وأستغفر ثلاث مرات، أغسل وجهي ثلاث مرات، أغسل يدي اليمنى ثم نشرى يدي اليمنى ثلاث مرات، أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة. جواب: نواقض الوضوء ستة وهي: كل ما خرج من السبيلين، زوال العقل، النوم المستغرق، مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، أكل لحم الإبل، الردة عن الإسلام، أعادنا الله منها. سؤال: كم شروط الصلاة وما هي؟ جواب: أركان الصلاة 14 وهي: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال بعد الركوع، السجود على الأعطاء السبعة، الرفع منه، الجلسة بين السجدتين، الطمانينة في جميع الأفعال، الترتيب بين الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان. سؤال: ما أهمية الصلاة وما هي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامية صاحبة الممتاز ما دادا فقه النص وقدبيين قصة عبسان ظهارة إيو صلاة وحاكوحة ما دادا سدحات واسيرو وحانو آخرنا يا جماعة من الطالبات سود وادا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحا كسو جيدينينا الأرجوزة المائية
في ذكر حال أشرف البرية. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة مجازة الفصول، مولده في عشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فضيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده لأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشراف الورى، في عام 25 اذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز تكريما، والظالم الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والظاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سيهين قبلها إنه أخري سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها كتاب تجويد الجزري وإنه سجدين يان قيب ويلش كمذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانت المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع في رب سميعي محمد بن الجزري الشفيعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتائه فلم تكن تكتب بها، وتائه فلم تكن تكتب بها، باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف ووقتها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وصده فعين حاء،
اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوضع فجيم شنويا والضاد من حفاته إذ واليا لضراس من عسارا ويمنا واللام أدنى لمنتهى والنون من ظرفه تحت جعل والراي دانه لظهر أدخل والضاه والذلوة منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاه والذلوة للعليا من ظرفيهما ومن بطن الشفه فالفم عذرا في الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم وغنة مخرجها الخشوم باب صفات الحروف صفاتها جار ورق مستفل مفاتيح مسمتات وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد غض بكت وبين رح وشديد للعمر وسبع علو قصى ضغط قد حصر وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صافيرها صاد وذا يسين قلقلة قطب جد والليل وهو ياء سكن وفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشش نضضا استضل وللتفشش نضضا استضل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم ما لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعصف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومهتسيهن أردادا ولشا كتابك إنه آخر مجزري أو كتاب وين أرنتي كدي وحكو حيقا نشيدو عربية وإنه قال يان قبله سودو هذا قبله كقضا نشيد هذا سودو هذا هيا 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 نحو المسجد قم وتوضى ظهر المسا كبر كبر واعتد ربا هيا 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 صل لربك يا إنسان واملأ قلبك بالإيمان هيا 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 هيا
هيا هيا هيا هيا صل لربك يا إنسان واملأ قلبك بالإيمان. جا 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 جو 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 جي 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 جاء الجيم جاء الجيم جا 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 جو 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 جي 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 جاء الجيم جاء الجيم جاري عبد الجليل يخرج بعد الفجر بجد لدكانه الجميل وهو بجانب المسجد. أنا جاري عبد الجليل يخرج بعد الفجر بجد لدكانه الجميل وهو بجانب المسجد ويبيع فيه جزل جزل باذنجه جوز جوز وإنجان جزل جزل باذنجان جوز جوز وإنجان جميعهم صاحبهم حرف الجيم حرف الجيم جميعهم صاحبهم حرف الجيم حرف الجيم والجيم الجميل يجري ويغني في جو بهيج يشدو أجمل لاحن. جا 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 جمال دجا جا مرج مروج جو 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 جند نجوم برج جي 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 جدار المسجد سر سرود. جا 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 جو 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 جي 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 جا 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 جو 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 جي 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 جاء الجيم جاء الجيم هلو 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 سلام 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 دعية الإسلام واحد إسلين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تسعة عشرة. ما شاء الله المهيار كوي مهسينيهين الله بركيه كوي الدين تودان فعالله كدقو انتا كدي بلا ليال برنيكي أرداد وحاينوها داي لبا قيبوت يو قيب سواله والله ربنا كجوابتا أردون يكي جواب الربو لكن إن شاء الله وحاكوه المرين آيا وحانا لجوه تمرتيف ربدا وحاكم إذا أستاذ حيدر وح مدارس بدن واسكوت تغي مامورك أوصر ريا لكن إن شاء الله إساء هذا كلمة سينينا كدبنا إن شاء الله أرضي انتنوه إن شاء الله سيدة ما يستري دوننا إساء قصوا دوينا شيء حيدر تفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات الضيوف الكرام العلماء الأفاضل الطلبة والطالبات جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب إلهي وما سن سبحانه وتعالى الله سوكان كنمشن رنهانتي وأنك أي شرف نتهينا نكسق قلنا حفلة قيمها بدن اللي قوة إلينا إيه قرآن كريم كأه إيه أرضيدا برتي حدثي قرآن كريم كأه آدي آد أي شرف نتهي وأنا أدرى منه اعتزاز هي كرامه هي معناها شرف بإذن الله تبارك وتعالى مدرسة عبد الله بن عباس وكتر سن مظلة المدارس القرآنية رج كشقية ورج آن وآدنا قانه وقت فربضنا آن ودجوني كانت السنة مظلة المدارس القرآنية رنا هانتي برنامج كذا إيه وحقبت كودنا
maantii ayaanu daawanay oo aragnay oo soo bandhigidii la soo bandhigay ilmaha sida ay u kala duwan yihiin iyo programka kala duwan ay soo bandhigeen waxaanu leenahay waxa ka dambeysa idaaro iyo madax runahaantii u diyaarsan baridda qur'aanka kariimka ah iyo barnaamijyada kala duwan ee qur'aanka la xiriirta sida aad arkayseenba tawxiidka xadiiska fiqiga iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maadooyinka kala duwan nashiida iyo wixii la mid ah ee la soo bandhigay ayaa waxay tahay tusaale xayi ah oo nool oo macnaha ay ardada waxa meesha lagu baray ay tahay annaguna waan naqaanaa sheekh cali iyo gruubkiisa macnaha shaqeynt programkoodii hore iyo meelihii ay ka shaqayn jireen iyo marar badan oo annagu wada shaqaynay runahantii musaabaqaadkii qur'aaniga ah ay ka soo qaybgali jireen gruubyadoodii hore aad iyo aad ugu mahadsan yihiin runahantii annagu halkaasaan isku baranay in badan aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa idaarada waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa macalimiinta sharafta mudan runahantii soo diyaarisay ilmahaas qiimaha badan soo xifdi siisay qur'aanka ka soo dhegaysatay wakhti fara badan oo jilbaha u aastay ilaa intay qur'aanka ka soo dhammaynayeen runahantii haddiisan ayagu jiri lahayn waxaan aaminsanahay inaysan macnaha ay programkan maanta aan iskugu nimaanay iyo xafladan quruxda badan iyo meeshan quruxda badan aan iskugu nimaanay inaysan jiri lahayn inta kadib waxaa sidoo kale mudan in lagu mahadiyo waalidka qiimaha badan ee xafladda ka soo qayb galay ilmaha maalin walba u taagan run ahaantii programkooda iyo macnaha maxaa la dhahayay in uu canugii horta dugsigii uu imaado maalin walba isagoo xanuunsan baana dhoolka inta lagu soo riday hore loo soo diro waa wax weyn wa waalidkaas la-aantiisa macalinna waxma qaban karo madarase iyo idaarana waxma qaban karto haddii mamadu iskala seexato canuga maalinna ay keento meeshuu laba sano ku xifdin lahaa qur-aanka ama ku dhammayn lahaa wuxuu ku dhammaynayaa toban sano qaaraa ilaahay hadda la fadhiya waxaad arkaysaa canug laba sano qur-aanka ku dhammeeyey kii isku meel ay imaadeen isku wakhti ay imaadeen ama kaga soo horreeyay dugsigana weli uu dhex fadhiyo toban juz waxaa ku kala duwan yihiin waa waalidka iyo macnaha maxaa la dhahayay programka iyo la shaqaynta uu la shaqaynayo madarasada iyo macalimiinta hadday intaas aysan jirin macalinkuna waxma qaban karo maamulka iyo maamulaana waxma qaban karaan dugsiguna waxma noqon karo wiilkaagii ama gabadhaadiina qur-aanka ma dhammayn karto run ahaantii waxaan sidoo kale bogaadinayaa soo dhowaynayaa ardayda qiimaha badan ee meeshan isugu timaaday run ahaantii xifdiyey qur-aanka wakhti soo qaatay intaasoo dhan waxa waaye ardaygu hadduus oo uu diyaar yahay oo uu macnaha rabo inuu qur-aanka iyo asaagiisa uu ka holmaro waxa waaye waa shaqaynaa waalidkiina waa u fududaanaysa macalinkii waa u fududaanaysa idaaradii iyo mudiiradii iyo raggii macnaha gacanta ku haya madarasadana waa u fududaanaysa intaa kadib walaalayaal waxaan dardaarmayaa intaana hilmaamin horta ragga macnaha culummada sheekh maxamuud uu nagala joogo iyo sayid cali iyo raggan sheekh maxamed dhammaanteen iyo qaarigan cabdiweli dhammaan macnaha waa ayagkana waa bogaadinayaa waxaa aniga iyo ayagkaba aan u nimaanay inaan weynayno oo soo dhowayno oo macnaha kala qayb qaadano farxadda ay dareemayaan ilmahan yaryarka ah ee maanta qur-aanka dhammeeyey ee meeshan ku wada sawiran run ahaantii ayagkana waa bogaadinayaa anigaa garanaya maalintii aan bilaabayay iskuulaadka iyo hadda aan meeshaanu ka furnay california xaydar academy macnaha ninkii shiikha aan u yeerto ama caalimkii aan u yeerto ama macalinkii aan u yeerto markuu kuu imaado adiga waxaad dareemaysa waa fahmi kartaa iyo waalidkii markuu kuu imaado laakiin ninkii kuu imaan waayo oo kuu gembiyana waxa waaye rag ah ilaa iyo hadda u yeerinaa jirto aniga ilaa maalintaas ay ugu dambeysay marka sheekh maxamuud iyo sheekh sayid cali iyo maxamed iyo waa mahadsan yihiin run ahaantii
وآدي آدي أقيم بدنتها هنا كسوق بقشو مركي لغيره آد إماتيد وشرف يا كرامة يا معناها محل ده وينين وينين يسوق القرآن الكريم كأه يا برنامج كمشي كسعودة آدي آدم أقو شكر علينا يا بإذن الله تبارك وتعالى أنت كذب القرآن كهل حفظيه يا إن علمه القرآن كله هايو أنا بقرآن كحفظيه إن القرآن كله هايو وكذب بدنته هاي أنتوا القرآن كحفظنا إنه القرآن كهايا أذك ولأجل ذلك وح أركتين وح بدن عن نمبر ون قال القرآن كمركي اللي حفظنا مال والب نمبر ون كهادنا حفظك تجويد كيدنا والب لكن مركو القرآن كحفظية ده هاي أما والدك وده القرآن كحفظية أنا يوم حاي قربته أما والدك نفرها وكقال دكسيجي لجبحي سكول كي برنامج كي سكلي كي سحوق على ساري وهذاكته وهذا برنامج كاس وابوده سحمة قرآن كأنه قال الله هاي إلى أكاوريجو هو أصله سوته وضروري يبرنامج برنامج أباهن والدين تنا إنا نبرنو أو كلا هذا النوع أن كواعي قالنا ومعلمين تو برنامجين نوع عاصي دكسيدو أي قبطان زماني أنا جو حنقرني لي واتقرني صن حتى الرج الشقية معناها حكومة يودتك وويكا معناها الشقية ما لها كلام أما بسنسيه ذا كجرا جمع هذا لسكوي منجر جلادة لقليش سوسس ما دتك سوكر أنا وسوكر إلهي هذا نوالجج وانجعل هاي مالها قاركود إن كجرت ودتك قاركود يا أصلا أنت أصلا واحد لو قلت لك لي سبع دتك لو هاي أنا جو حان حسستا أنا جو سكول هذه القرآن كحفظني كبيرة أيان هذا نصبع قلي جرني ليلي أنت أنا دكسي قاعدين صباح والله صلاة الصباح مرك السلام عليكم والله لبدي سانجلي جرنا ديليا لبدي ويك بقران كوارد مينجرن بيشي لبدي جرا دمينجرن قران كمرك ما دم عايا مرة والله مرك برنامج كسوح الرجينا يا إن هذا قران ما دي والحبدي دكسي والله لباتن صدنا فرتن بقول كنتنا كصباح السنة والله لكن قران كي إن لهايو وعلمه الله هايو oo ardaydii dhameysay la dhaho kaliya waqtigan waa ku yareynayna just 30 minute 40 minute hal juz hata gal kadibna dugsiga iskuulkaaga aag ama hameenki hal juz gal wa macallimiintu in ay programkaas xoog saaran anaguna insha Allah tabaaraku taala madalatul madaris alquraaniya programkaas insha Allah waxa ku darsanayna programyadeena aan kala hadlayno macallimiinta insha Allah mawla jalla wa ala marka waqtigan ugu yar أنا حفلتك لي برنامج كلام قبل سنة وحرجينا هنا في الصحدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيدة ومحسنة هاي ومامولها مدرسة القرآنية يا مدير اسكول بدن مامولك مرك إن شاء الله مع العلي أستاذ حيدر إن شاء الله وفصحنا عزاك الله خير أستاذ حيدر وما أصنته أنت أكدي وحن إن شاء الله دمست رينا بنيجي أردها وحينو مريسي نشيد ذي عروت إنه قادين وحاك لو قدر رينا نشيد عفاربية عروت يرى سود وهذا كوي يرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجدينا نشيد عربي وكساب سابسن فلسطين. إسلامي يا قدس إن للفداء بيدي إن مدت للدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم
ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لا أميل لا أمل لا ألين، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى بغي السهام أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين. مسلم أنا بناني من بنى مسجد الأقصى الذي أعيا افتنى، وقفة الصخرة فيما بيننا لوقوف الدار وقفتي أنا، جانبي الأيسر قلبه الفؤاد، وبلادي هي في الجنب اليمين، جانبي الأيسر قلبه الفؤاد، وبلادي هي في الجنب اليمين. لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى بغي السهام أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين. للعلا أبناء قدس للعلا، وبقدس شرف المستقبل، وفدا للقدس من دنيا فلا أضع الإسلام إلا أولا، في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا ألين، في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى بغي السهام أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين. لا 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 لا. لما نستشهد بنروح الجنة، لما نستشهد بنروح الجنة، لا نثقل علينا صغار من هالعيشة صرنا كبار، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. لو يعدونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا، لا 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 دمي كرمالا، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. يعدونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا، لا 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 دو دمي كرمالا،
مسجد داس أف عربيغا كدب أف صوماليغا أف عربيغا هيت تياد بحذ ويان كدب إن شاء الله وحاوقود بينا قضب كوغودن بيا قضب كوهر ريا بندقى أرددو وسؤالو هل حرالا أرددو لو يدين آيا قفكي جواب تيغانا قعنتو تاقا يا شوب بري قيل ملو بحدا قيل لسان سواشا ولوجود با سواشا لوضع لوجود بايا قفكي جوابتي يغانا غانتا تاج هل كان سو استاج ميكروفون كان لو داك جوابتي وحالو سينا يا بس حالو سينا بس بس متغانا يا قفكي شويه سحدا شيغو وحالا سينا ابال مرن هجيدا لسين قفكي قفن وحالين هاي اجتهدت واخطات وأنت داش لكن بوليس أنا سماه مرقفك الجواب تهيو قعنت تاج والو عا كان إمنا ميكروفون كان لو ديبي والشيء سو حايس سؤال أو حسوا جدنا سامية سودو سؤال شكوات محمد هو يدي وحيد الشيء أفر عرور كان كواد وحال لغا مقعدري سبتي كان لبادنا أحد هلك كان سدحادنا لغا مقعدري اسنين وحاد شيكتا مقعوين كأفراد الشيء أفر عرور كان كواد وحاله جمع عدري سبتي كان لبعضنا أحد هلك كان سدحادنا الله جمع عدري سنين وحد شكتا ما جعويل كأفراد سؤال شلوات وحان رجيل لها شلي إني نقطة بريء سي مانتا جمعو وحاتو وحات شكتا هذا الكاسي قرط ليري وحان رجيل لها شلي إني نقطة بريء سي مانتا جمعو وحاتو وحات شكتا هذا الكاسي قرط ليري يا بر تودا يا تودا يا شيخ يا سيدي هو السؤال يا سؤال سيدنا عمر قال يا وليد مغا مغا سؤال سكيل هاي جواب شيخ وحان رجيل لها شلي إني نقطة بري سي مانتا جمعو وهاتو وحاد شكتا هذا الكاسي قرط ليري وحان رجيل لها الشلي إني نقطة بري سي مانتا جمعو وهاتو
وحاد شكتها هذا الكاسي قرت ليري ما تقولي زوج نعم مايا جوابت هذا الكاس وحال يري مالين أحدا وحان رجين لها الشلي إني نقطو بري سي مانت جمعو وهاتو وحاد شكتا هذا الكاس قرت ليري جوابت هذا الكاس وحال يري مالين أحدا سؤال سدحاد علي وولالك حسن حسن وولالك أحمد أحمدنا وآبها نصراء شاق محوقية هي علي نصراء علي وولالك حسن حسن وولالك أحمد أحمدنا وآبها نصراء شاق محوقية هي علي نصراء ولالك حسن حسن نوى ولالك أحمد أحمد نوى آبها نصراء شاق محوية هي علي نصراء صح وحد شكتا قف هو يذا إيا آبا قف هويدا يا أباها دلين أو أن ولالكا جهن وحد شكتا قف هويدا يا أباها دلين أو أول الكاكي هين صح ديارد أيا وحي كود عذي حدود كينيا يا صوماليا هدبا ميتك اسبيتال كي لغين لها ديارد أيا وحي كود عذي حدود كينيا يا صوماليا هدبا ميتك اسبيتال كي لغين لها صح سؤاش ودن بيس وحاد شكتا مقالة عقارا اسمها ذنو يهي عسان دبك ذنو مذويهين واتوما مقالة ذاس قد كيدونا مذويين وحاد شكتا مقالة عقارا اسمها ذنية هي عسان
dadkeeduna ma madow yihiin waa tuma magaaladaas sheegtaa magaalo cagaaran dhismaheeduna yahay casaan dadkeeduna madow yihiin waa tuma magaaladaas halkan waxaan ka soo jeedinaynaa nashiido Soomaali ah qorshey waqtigaaga u yeel qeyb qur'aanka qolkii rabbigeena qaliilka ka yeelo qolkii rabbigeena qaliilka ka yeelo hadaad hool u qasdib go'aankeeda qaado niyadaada qurxi abid khayr malayso niyadaada qurxi abid khayr malayso ruuxi khayr malaysta qaban qaabo geesta qadiirka u sahla natiijo quruxsan qadiirka u sahla natiijo quruxsan talaabtaada qaado garo qiimahaaga qurxi hawlahaaga u qaabee habtoosan qurxi hawlahaaga u qaabee habtoosan markaad qof dareento wehsi uu ku qabto qaliilkaaga kaasho qur'aanka ku wardi qaliilkaaga kaasho qur'aanka ku wardi cibaadaada qarso ikhlaasna ku qurxi ku qowl wixi khayra ama afka qabso ku qowl wixi khayra ama afka qabso walaalkayga qaaliyo walaashayda qaali qolkii waanidlaye talaadayda qaado qolkii waanidlaye talaadayda qaado hidi ardaynimo waa akhlaaq asluub iyo waa xishood hoggaansiyo waa adeeb adkaysiyo waa u samir dhagaysiyo waa ismaqal wax akhrisiyo waa dadaal kaaraamiyo waa ammaan hadii laga helo inta dhammaanku astaysan tahay dhammaanku astaysan tahay hubaal aflax bay dhasha ammaan weeyo cilmigu cidii ehel looga dhigo ugbaad iyo sidaa caleen dirto ubax lagu dediyo udgoon iyo midab qurxoon aha sida ay yihiin waqtiga ina soo mare intaa ina dhaafaya intaa ina dhaafaya ismaba taage ogo waxaa taa uga socdaa hoy hoy hays ilaabine dadaala imaada oo
أساقين دافا أو وأرض سيدا أركا داعا حفدي أو غنا وكأدون يا ذكا لنقالا أدون يا ذكا لنقالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدو مهسيهن قبلها نشيد داس أيان إن شاء الله وقصوا قبل قبينينا بنجي أرددو كدب إن شاء الله وحان كلمة كلمة سين دونا مرتد إنو تمد وحان كوب الله وينا شيخ محمود إسحاق أن هذا قصوا دوينا مقرفونك إن شاء الله وعند يسنو بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مركة كوباد حانوم عد علينا الله سبحانه وتعالى كون كان كاني مركة لبادنا مسلمين نوض دورتي كدمنا نقدقي دد عادة ودين تيسي برتا كان شقيه المها ضاي أوبت كذا نبره نعمة ضد بدن بهاي سنين عليه أرتها نواف جبكم أحسن سبحانه وتعالى. مركل لباد وحنو ما دعينا يا إدارة إمام الكو مدرسة عبد الله بن عباس إي والدين توضا دمان إي أرض ضوضا إي أنت جانسي سوا وأنين ما دعينا يا عمل كان وناك بدن واتكسر شقيسين إيد ذلك أتصا ميسين أدي أد بنوقف فرح صناعي وأنا إنك جم هاد علينا بحنا إنك دي رجلينا إن ظهر أسي ودان وأنا جدال ونقولين وأنا سيدان إنك رجيني إن شاء الله تعالى. وحد أكتين waaga hore dugsiyada quraanka lagu barto kili waxay ahaan jireen meel uu quraanka alfaadisi ereyadiisa bis lagu barto laakiin hadda nicmada ilaahay nisi subhanahu wa ta'ala waxa kamida in dugsiyadu ay noqdeen madaris ee culuumta shariicada dhan lagu barto sida hadda aan wada maqleyni aan wada daawanay aqeedada ee wuxu qofku muslim ku ahaan karo muslimadii say ku ansaxayso ayaa la soo dhigi oo la soo bandhigi mawaad ka hadlays waxa la soo bandhigi fiqiga iyo qofka acmaasha uu sameeyna wixii ku ansaxilay waxa la soo bandhigi taariikhda iyo siirada nabiga kaleeyhi salaatu salaam waxa la soo bandhigi culumti quraanka la xariirto sida tajwiidka iyo quraanka sidoo ku hagaagilay alfaadiisa ee qofka wax sax ah uu akhrin lahaa ku saabsaneed waxyaalo kala badan oo aan janis loo heelin waa laga yaabaa in madarso lagu barto oo aan marka la soo bandhigin taa marka waxay tusaysaa cunugo marka wuxuu dhameynayaa quraanka asagoo dhinac kasta ka dhisan haduu ilaahay hanuun la maago subhanahu wa ta'ala allahna hanuuniye oo qof aqoon leh oo wuxu qaldan iyo waxa saxan kala garanayo inuu meesha ka soo baxay taana waa mid aan u soconay oo in badan macallimiintu aan ka doonaynin inay sameeyaan insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa meeshii hadda marayaan inay hore u sii socdaan dhowr kelima marka aan ka baxo inta guud ahaan xafladdu ee aad iyo aad u quraxda badan ee la soo agaasamay ee meesha tan cagaarka oo quraxsan lala soo doontay waa horumar la gaaray waana insha Allah ta'ala rajaynaynaa inay hore u sii socon doonto waxa kale oo u mahadcelinayaa waalidiinta mar labaad gaar ahaan hooyoonka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin macallimiinta iyo ardayda iyo waxbarashada dadka rasmiga dhabta ah ee hadda garab taagan waa iyagu marka waa rajaynayaa inay dowrkooda iyo kaalintoodan ay buuxiyaan
qofkii wax yar gala galab wax ka yihiinno inuu soo hagaajiyo ilmaha waxa hadda maanta wax baro waa u hooyo waxa ka warqabana waa hooyo ragga hataa kii joogo oo hataa jaanis heli karo waxaad moodaa in mas-uuliyaddii layska wareejiyey marka aad iyo aad baan hooyonka ugu mahadcelinayaa ilaahayna ha in barakeeyo caruurta waxaad la doonaysaana wanaagana allah ha waafajiyo waxaa kaloon kelima insha allahu tacaala dhihi doonaa macalimiintu ee dugsiga dhigo ama halkaanba ha ka dhigeeno ibn cabaas macalimiin ha ka noqdeeno ama rag meelo kale macalimiinkaaba ha noqdeeno qodobka koowaad oon u dardaarmaya wuxuu yahay mas-uuliyadda saaran inay dareemaan kadibna ay isku dayaan inay gutaan intii tabartooda ilmaha lagu keenay mas-uuliyad baa kaa saaran ilaahayna subxaanahu watacaala uu kaala xisaabtamay hadhow aakharo jannana waad ku mudan kartaa naarna waad ku mudan kartaa marka mas-uuliyaddaas inaan laga aan la fiirinin waalidka bis ah ishiisa aan layska eegin idaarada imaamulka aan ishooda layska eegine macalinka inuu isaga isku dayo inuu mas-uuliyaddiisa ood ilaahay ugu dhowaado inuu guto waxaa kaloo rabaa ina macalimiintu ku baraarujiyo dugsiyada marka la dhigayo wax yaryaraa laga qaataa waxa yaroo la qaadanayo oo adiga imaamulkaad ku wada hadasheen waa waxa ee aad ku qaadanayso waqtiga aad bixinayso iyo mas-uuliyadda aad gudinayso wey haddii marka mas-uuliyaddaadi aad ka soo bixi waayso wixii aad qaadatay xaaraan bay kaa noqonayaan xalaal kuu noqon maayaan sababtoo waqtigii lagaa rabay ma aada bixinin mas-uuliyaddii lagaa rabay ma aada gudanin sida ninka hadda guriga hagaajinayo hadduu subaxda intuu soo galo lagula ballamo inuu 12 ka baxo ee 4 saac subaxnii marka la gaaro iska saxdo ninkii gurigaa iska lahay wuxuu dhihi shaqay maada iyo qabanin marka meel kastoo shaqo laga hayana waa noocaas mas-uuliyaddaas inay dareemaan macalimiintano waa filayaa dad badan oo wadaada oo wanaagsan oo ahlu khayra oo diinta ilaahay yaqaano mas-uuliyadooda yaqaano ama macalimiinta ka mid ah inta kale oo xun ay sii ka yihiin oo shaydaanka marmar laga yaaba inuu si kale wax ugu dhigana ayaguna in insha allahu tacaala ay baraarugaan mas-uuliyaddii ay gutaan ilmaha cashirkoodii iyo waqtigoodii ay ka fikiraan maamulku middaa macalimiinta inaanay ka bixin waxaa kaloo macalinka laga rabaa shaqada hadda aad ku shaqaysa hadday macalimnimaba ay marba tahay ama madarasadan aad joogtid ama mid kaleba aad u wareegtid ama adiga mid aad samaysad in daat ahaantaada adiga aad isdhistaa lagaa rabaa macalinow dhinac kasta xagga qur-aanka inaad hormariso xaggii maxaa la yidhaha akhlaaqdaada iyo dadnimadaada inaad hormariso xagga mas-uuliyaddaada inaad hormariso maxaa la yidhaha xagga culumta shareecada macnaha barashadeedana inaad hormariso qur-aanka adiga iyo tafsiirkiisa inaad barato oo annaga macalinka waxaan ka rabnaa inuu dugsigiisa markuu joogo oo ninka qur-aanka dhigayo macalinka inuu isaga noqdo midka tafsiirka haddii loo baahdo akhriya inuu isaga noqdo masaa'il fiqi ku saabsan haddii laysweydinaya kan looga laabto sheekha ah oo xaafadda sheekha ka ah inuu isaga noqdo wax kasta oo loo baahan yahay diinta uu ku dhex jiro inuu hormariyo taana macalimiintu waa ku dardaarmin lahay iyo aadna ku gaabsanin uun keliya ah alfaadda qur-aanka u dhigayo xagga maamulku ayagoona sida intaa macalimiinta idhi waa u taallaa oo inay ishormariyaan maamulnimada nafteeda waa la akhristaa wax la akhrista wey maamulnimada nafteeda waa wax la akhristo hadda adduunyada ilaahay waa noo fududay adigoon galaas fadhiisanin baa haddaa youtube-ka gasho ama facebook-ka gasho ayaa qaabka wax loo maamulo qaybka wax loo idaareeyo qaabka wax loo kala wado oo dhan oo laga hadlay ama qoraala ama dhegaysi aad helaysaa marka idaarnimada nafteeda in la kobciyo oo la hormariyo ee hadda ka horo meeshii aad taagnaan jirtay inaada taagnaanin 10 sano ka horo madarasadii aad maamuli jirtay waa inaad wax ka barato
وحبذن باكو صامري والد بذن باكو صامري برشاد وحاقيبك وحلقية ومرك هذا هرينا فضلت أما وحي أربع دوات كيسين كرين مرك هذا اللي يرقوقو جيرو إناد برطة قابك الله دلقات إناد برطة وحلقية ومرك هرينا صدن كوعون وقوحي وديك جيرتي لكن هذا دور بغلوعون وقلقار رب إناد ما موشو وحقو ديكتو معلمين تود يأيغو وكالد الدوان المهنة أركيس نبو قريو كسوك عاي ميت قريو قوضو حاكا جرت ظروف حاكا جرت ظروف دقالو وحالي بلقى مع الشيني ميت قريو قوضو حاكا جرت دقال باكا جرتو آبيه هويدا واسكوف عينين حالي لبس حنسي قايلي دقال لوغو جري ميت قريو قوضو حاكا جرت حقا أخلاقيا وهو سيا وهيسي يوحان يوح معنا شرعيا مبنانين وحابين كوردن بلقى يابين لقصو جودو واحد دونها نوت ولله في خلق شؤون بالي ومضى إلهي أبو رئيسكمت ماها مالك واحد صورة نساء أم عملي لد معلنو إيو نيكي مامل هايو إنا أيضا أصد دياريس وواحد بدن أتكا كررسط وحيالاك سامره وحاكلون ربا إنا نرهو مامولكو حافظها أدقنتهين ودوكسيادا يكوية لان هذا دوكسيغان إيو كوة لمد كيبا إن سكول ذاك كتيره إن سكول ضيذان إن الحرير هو الصميسان. سيم حالي رها هدو تي المها أنت بمعلمين تدكسي وحكي شيء جرايان سكول ذي أنا أقول لي بيليه. كوا سكول ذا هذا أركتنا وحكي شيء جرايان دكسي ذي بيكش شيء جرايان. مركا أنت لك على شك شيء جرايان لا وحكي في عن إلا سكول ماذا؟ قال لي رأديك حل جد المها سود دايسا. أنا حلق أساساً صوت دين إن اللي يراه أو مركز هذا وضع شقيه هذا مسلم يا إمتك أسكول كأسكاله وقعنته كوها يا هذا قال يا هيب عادي هذا الله وضع الله والله وضع شقين كرا تانا إن لقى شقيه أو حرير كان لقى جيه أيضاً معلمين تأيو إدارته قارهان واخو دردار من لها والدين تو أدان ديبو قنو قضو والدين تو حان كرمنا قارهان هو يونك هذا أيها ماشا هذا أيه هي أيانتن هاي ستوك إن أيلا شقيان معلمين تو كلا شقيان سيد هاد دوتي وكده واجي حيدر لما عنو بعد دكسي اللي وده جيني كده منا حلق الأوطر قال سيد حسن كده بقرآن كده ميني منا طوان سنة كده أيها أولي وحولي هاي وحو مرايا شن جس لعجز تضو جس ومرايا أنت بان والدين أنت مركو حي أيدي يعني معلمين تو حن دكسي ماها قرآن لقو مرة ماي لقو ما برتو كذا معلمين تو حن إيش شيء جاي سرتا سر بان إيش شيء جاي دكسي وينو يالله بوك شيء جايو عنو قام قرما لك هاي تاريخ بلو إم سام مال موضوع مغناي ماني هبلاي بيش ما قام مال موضوع دكتي بالكاس مركا دماتو عنو كاس أنت دكسي قرآن قاتي عشرة بوق لو حسابيه غوني اه وينو جيرو وحد اركيسا عنق لو ليه 6 بيلود لعقتيس ولا دي ولا بخيناي دكسغن و خو دغنايا هل بل 6 بيلود وا اسكا مغاعابين واخا جيرو مار محمد ماني و خو كخيسا غاران خليده هذا فسح لجو ماني و خليده حقا ان ادني ماني هبلاي حوارير بال اروس لا جيرني ماني و خليده بمباسا حقا كسو دل حيسيني ماني و خليده حقا جيرني maani waxa la waalaska hurdiyo waxaan soo kacnay todoba saac oo dhaarnaa soo kacnay maani si looga haayo meesha waxa ku baabayso inta soo bilowday saa ku bixiso hadhawna macallinku waxa la leeyahay cunug muxuu quraanka ku dhameyn way taa horta macallimiinta waa inay ku xisaabtamaan oo waxa iska furan oo un lacagta kale la qiimeynayo oo waqtiga la qiimeeyo waqtiga xisaabsaneen hal laga daayo taas marka hadhaw way fuu fudaanaysa adiga nacuuniga meel ka gaarto mid kale ilmaha walaaliyaal oo meel uma socono waalidiinto waa deganahay ilmaha dugsiga ha loo daayo ilmaha quraanka mar ha dhameeyo mar labaad ha ku celiyo mar saddexaad ha ku celiyo marka saddexaad baad ogaan kartaa cunugaada qiimaha u leeyahay waxa ka horeeyo dhan hadii sheekada haday iska tahay waa dhameeyay faraha ka qaad waxba kama faa'iideys dadka arkayso tartamada galo oo adiga YouTube inta ka daawato ama xafladooda ka qayb gasho aad ugu riyaaqayso ma aha dad
قرآن كي دمين اسكتا يان ليري ما هم مر بي دمين لابا جراي دمين سدح جراي دمين واسكتا يان وح ليري ما جران وقت بادن باكو بحي مركا وقت غاسو بادن با نغالا ربا سكول كي ايغو ديغنا علمي قرآن كان وي ودن كران ارين تانا معلمين تها لغو عاوي زاكم الله خيرا وين كو ديري وحان كغا بحايا كلمة يرى وذات كيو برادو جيو آه وحا ايان تان ايد واسو دعيون انا قد نبو وذار كينا حجاب كي قبلها مسلمات كي قادن جرين وحادو قاتان المهان هذا قبلها واد اركتين ومركي اللوسو اللي بيسيو حجاب وانا اكسان وشرع اللوحري قرح ذا ايقابان نوال بوحيو اسكجع اليا انو سور كاقاتو واو بقايا قاب كي اتاقيهين قاب كي اللي بيسيهين قرح ذا سوحاكينا يدركا قرحان اللوحري يا قرآن إسكتي بدمها قبلها مسلمات كحن ليه حجابك وواجب إله إنساروي ما هو وح أديك وسار بتكي يلين كرت ماها ما هو وح قف كي ربان إسكت حيران كرو قف كي ربان إسكت داين كرماها أي وواجب الله الله قادنا أيوي واجب كالله هدي الله شجر وإلا قاتل وامد الله بعده قبلها مركى حجاب أنتي وقبل نظيفة أو ظهارة أي معنى يكون إذا شهوي ومجلس الدحاذة نركان حجابك وحقات وقبلها مسلمات كمؤمنات كإله الرميسوي أيضا حجابك وردن مكا أخرسان وحو إله إله الله وقبل مؤمنات وإله الرميسوي تنك لو حرق القوصة عند الله ما الله يس مركا عداد قبر مؤمناتها وإن حجابك كده داشو وإن الأمر كان ربك قادته وإن محنا حجابك إنه أستر كوية هذا أقاتد وإن أقاتد إنه ظهار كوية وإن أقاتد إنه الدور سنتها أو الحمان يوحول بعد كده دور سنتها وحيا لها أستامتوا علامتوا علامتوا لوقرتوا حكم إذا حجابك حكم إذا مركا أيانتا وحيا لها صوبتي أو أه قبلها قاركوز يعني در يرير انتي قاتان إن ديهن أي حرتان لغوهن أي بنيستان أصلك وحيه اللوها إلا أسطره لأن أيها واجبة إن شريرك مواجبة مس واجب ما هو الله الله لكن لوك إنا يقبض قريص إنا واجب تاي عند الناس كم هيسط مرك جزاكم الله خيرا تاسا دونا جينا كشرا تاسا أنا ورم كوا جاينا والدين تكو وامن كحجاب تانو قبله هذا مرك سي حجابنا لكن ماما إذا قرب صار ولاته أما الدرع ليا قبل هذا حجابنا لو كريمه درعنا لو كريمه ما أنت هذا معلنك وحيرانا بريتو مركي بناك تقدوي تورا إسا مركي جزاكم الله خيرا أدي أدب أمها سنتين وقت بضم معناها يعني كقاتي إلهي سبحانه وتعالى نهانا وافجيو وحجع لي هاي هل قضوا من كسو قبل قبينا يا المها وحيا لها يصوب بندقين وقيمها بضنا وحاكم إذا نشيدة أما قبل كسها بصن فلسطين marka dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay isdhaan anaga keyan joognaa maxaa falastiin naga galay inay isdhaan malgay wax badan ba ka galay oo qofka muslimka qofka soo muslima waa walaalkiisu adduunyada meesha ugu dambeeyso ee meesha ugu xaq jirta dad ku nooshay walaalka wey intii hadaba tabartaad oo la gaarto inaad xasuusato inaad magaciisa soo qaado inaad u duceyso ilaahu macnaa karo cadawgooda u jibi inaad tiraho oo wax laga rabo wey ما يقولي هذا جوك أما مساجد جوك أما سوق جوك مركز سيداس حنون كاز ولا لذي نهايو أنه قدران بادنا وضا هايو دريمين والنبي قلنا عليه الصلاة والسلام سيداس ونوش هاي قرآن كان إلهي إنما المؤمنون إخوة تنبوني ولا لذا إنان ولا لنا نحن إلهي نوش هاي مركز أرينتا لسوق هذين سيداس يكو سابسانت وانا أقوم هاد علينا من درسة إني أرينتا أي حصوصتين مدارس بدن يو حفلة بدن ولقبته يام بلغو سوق قادينو inay walaaladeen dib haysto wax badan oo haysta aan bal lagu xusin marka waa ugu mahad celinay ayiga arintaas wa jazaakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shay mahmud shay ishaq wa mahatsin ya jazaahu allah khayra kalimadaas allah nu waanfaco sheekana ajr allah ka siiyo inta kadib insha allah waxaan soo gaarnay gabagabadii xaflada waxaan qaybsan doonaa juuski iyo halwadi iyo nacnaci naam jazakallahu khayr shaabu sha'ali abdurrahman
وقتي صلاة ديار إن شاء الله شهادين كم بوسين هنا مع الكوار الرسول كوب الشخصيد شهادين كاسة إن شاء الله بحين هنا وقتي صلاة ديار عروت أسبوع ويفسحيهن عددي قرآن كدما يسيب وعقوب الله من سهام إسماعيل إبراهيم صادق شهد سوى قفك الله وعصار سهام إسماعيل إبراهيم سيام إسماعيل رويدة زبيدة محمد نور زبيدة محمد نور زبيدة محمد سعر حاجها هذا يقدسي زبيدة محمد هذا راكوسيني هذا أسكال أبطان هذا أسكال زبيدة محمد يسيام ويبحين أرتجي حياة وعي نوحة ويان موسى إسماعيل إبراهيم موسى إسماعيل شباري مسكينو أنت صدوا هذا هيا أدوا في حنت كان يتكلم كان جوانا سأسكلا وكاوريا موسى وموسى وكان موسى موسى أبي سينيا نعم وعقوبك سالم حسن طاهر سالم حسن طاهر سالم أوى سالم حسن شيخ محمود شيخ أوسودو سالم حسن بذال إن شاء الله يا سيد محمد أسد شريف صومالي سيد أوى سيد وحسين سيد معنا سيد علي معنا سيالة توصل يا رب سواد خان تاني يا كتبي تامي يا بس تنسي ما تنسي سيد يركع سيد تن واتن تيس تن موجود تاني أحسنت جزاك الله خير شيخ سيد وحاكم حقا سديس مختار أحمد سديس أوي سديس ما شاء الله سديس شيخ أوسي دي ما شاء الله سديس وحاكمك ريان محمد نور ريان ريان محمد نور ريان وين ريان سعر 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 اسكفيري هوس عادي عندنا بترتيب ريان محمد نور عفوا عبد النافع أحمد عبد الله عبد النافع عبد النافع أحمد عبد الله عبد النافع كرانك جويشن مع الليجن يا في انجليش كي يجن بي بول لسانا يا أنيسة أحمد عبد الله أنيسة أنيسة أحمد وين ما شاء الله قول أنيسة أحمد أودم بيسا أنيسة أحمد جزاك الله خير إن شاء الله وإنت سأحفظك كسو قبينينا إلمها قرآك دمي والدين تدلي إن شاء الله إلمها الله قور هيو دوكسي هلو داي وحفظك أودما دميسي اللباد أودما إلمها سكونا الله قور هيو إن شاء الله أسبوعا أسكو الله وحريها يقولوا يجوغان هلا دلقاتو إلما لو قيليو إلما هيدكنا والدين تهدبنا قدوك يشوغا مغلية ساوري هذا إن شاء الله سبت عسكو إمان انتا كوهر يسوى عندي قدع فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشارو 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 مامول كسري هلسي كيد هوسبيتال وحوقو بشارين بلشدة صومالي دي كنول كينيا غارهان نيروبي إنا واحيجيدا إنا يكينين دقاتير تدبد اللو آدي جيري أو أقون قبرات إيواي أرقنما فوقلي سيدوكال إسبتالك هيرثي جيد وغو إماو سودوين واناكسن قرب طياله إيو داو واحترله إسبتالك وحوكو يالا أربان هوتيل ودادا مرتين رور كسور جيدك بواني بلوستيشن وحفافاهين أو ديريا فضلا كلا حرير تليفونات شاشة دكاقا موغدا